الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من طرق تعليمه للصحابة أنه يسألهم بعض الأسئلة من أجل أن ينتبهوا لما سيقوله صلى الله عليه وسلم. فهو سأل الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فالصحابة رضي الله عنهم قالوا له: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، يعني مالك أحب إليك من مال وارثك، وهذا أمر جبلت عليه النفوس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. مالك الحقيقي هو الذي أنفقته وتصدقت به، لأنه هو الذي يبقى لك، وأما ما تركته من الأموال فهو مال وارثك وليس مالا لك. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في الحق في الحث على الإنفاق في سبيل الله، ومن أعظم الأحاديث في الحظ على الصدقة والنفقة والتبرع في وجوه الخير، لأن الإنسان يحب هذا المال، وحبك الحقيقي لهذا المال أن تجعل هذا المال أمامك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من أعظم الحديث في الحث على الإنفاق، ومن أعظم الحديث في الحث على الصدقة. فشق التمرة قد ينجيك من النار، فلذلك لا تحقرن معروفا تقدمه إنفاقا وصدقة، فتصدق ولو بالقليل، فقليلك وقليل غيرك كثير. فإذا اجتمعت الصدقات والنفقات من هذا قليل ومن هذا قليل ومن هذا قليل، صار هذا القليل من مجموع الناس كثيرا. فلذلك الإنسان لا يحقر معروفا يقدمه في سبيل الله. فشق التمرة قد ينجيك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث حثا بالغا على الصدقة، وذلك لما في الصدقة من الأجر العظيم، خاصة أنها حجاب بينك وبين النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فدل على أن الصدقة من أعظم الأسباب في النجاة من النار، نجانا الله وإياكم منها. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا من المال إلا أعطى إذا كان يملك، أما إذا كان لا يملك فإنه يقول قولا كريما طيبا ميسورا كما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق، أكرم الخلق على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قد يخطئ بعض الناس فيقول أكرم العرب حاتم، لا شك أن حاتم الطائي من أكرم الناس، لكنه ليس أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم الناس على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا يسأل شيئا صلى الله عليه وسلم فيقول لا، فهو أكرم الناس على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه في الكرم والإنفاق. نعم، لا أحد يستطيع أن يصل إلى ما وصل له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع هذا أن تقتدي بالرسول في الإنفاق وفي الكرم،
فالكرم من أعظم الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. الكرم من أعظم الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، لأن الكرم جلبت النفوس على حب صاحبه حتى وإن كانوا من أعدائه، بعكس البخل فإنه يبغض الناس إلى صاحبه ولو كانوا من أقرب الناس إليه. فالكرم من أعظم مناقب المرء المسلم إذا تحلى به، ولذلك الكرم يقال عنه ستار العيوب، فقد يكون في الرجل عيوبا كثيرة، ولكن إذا كان كريما غطى الكرم على هذه العيوب. فالإنسان عليه أولا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن إكرامه من أعظم الأعمال وأجل الطاعات عند الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا أيضا حديث عظيم يحثنا على الإنفاق، بل يحثنا على الإنفاق اليومي، وهذا الحديث فيه مشروعية الصدقة اليومية، أنك تصدق يوميا ولو بالقليل، تصدق فتفوز أولا بالأجر العظيم، وتفوز بهذا الدعاء من هذا الملك الذي يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، بينما الذي يمسك يدعى عليه فيقول الملك: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا الحديث محمول على يعني الدعاء على من يمسك، على من يمسك في الواجبات، أما من يمسك في المندوبات والمستحبات فإنه يعني لم يرتكب إثما فلا يدعى عليه بهذا الدعاء، وإنما هذا الحديث محمول على الإمساك في الواجبات. وأما الإنفاق فهو محمول على الواجبات والمستحبات، فكل نفقة تنفقها سواء كانت واجبة أو مستحبة فإنك تفوز بهذا الدعاء: اللهم أعطي منفقا خلفا. ولذلك الإنسان عليه أن يحتسب في كل يوم الصدقات والنفقات التي يبذلها، فحتى ما تشتريه لأهلك من الخبز ومن الأمور اليسيرة هي نفقة، فاحتسبها عند الله عز وجل حتى تفوز بهذا الأجر العظيم. وأعظم النفقات وأفضل الصدقات هي ما كانت على الأقربين، وأقرب الأقربين هم من تعول ومن تلزمك النفقة عليهم. ولذلك المسلم يحتسب، يعني كثير من الناس الآن قد ينفق النفقات الكثيرة على الأهل، يشتري يوميا مستلزمات البيت، ولكنه قد لا يحتسب هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فاحتسبها نفقة لوجه الله سبحانه وتعالى. أنت ستنفق، ستنفق على أهلك، ولكن احتسب هذه النفقة عند الله سبحانه وتعالى فتفوز بهذا الأجر العظيم. ولذلك هذا الحديث يدل على الصدقة اليومية، فعلى المسلم أن يجعل للصدقة من ماله حظا، وذلك في كل يوم ولو بالقليل. قال: وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي، ومر علينا أن الحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه. وهذا لا شك أنه حديث عظيم، هذا الحديث القدسي حديث عظيم، فهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. أنفق أنفق عليك، الجزاء من جنس العمل، وما عند الله أعظم والله عز وجل أكرم من عبده، فإذا أنفقت أنفق الله عليك، وهو كما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الحديث العظيم وكلنا يعرفه، ولكن تأمل هذا الحديث. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ انظر، أي الإسلام خير، يعني أي الأعمال في الإسلام خير؟ فانظر إلى الأعمال التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم التي يدل هذا الحديث على أنها أفضل، بل من أفضل أو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. قال: أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام،
على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وأنا أجزم أن الكل يعرف هذا الحديث، ولكن عندما تتأمل هذا الحديث تعرف هذه الفضائل العظيمة لهذين العملين، إطعام الطعام وإقراء السلام. فإطعام الطعام من أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فالمسلم عليه أن يحتسب إطعامه لأهل بيته، إطعامه لإخوانه، إطعامه لضيوفه، إطعامه لزواره، إطعامه للفقراء والمساكين. فالإنسان كلما كان مطعما يعني للطعام فإنه يعمل من خير أعمال الإسلام. وإطعام الطعام لا يقتصر على المسكين والفقير، وإنما هو عام. إطعام الطعام يدخل فيه الغني والفقير، الصديق والقريب والبعيد، الكل يدخل في إطعام الطعام. فلذلك على المسلم أن يحرص على هذه العبادة العظيمة. لأن هذا الرجل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أوصاه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الأمة للأمة، فكيف إذا جاءه رجل وسأله يستنصحه؟ فإن استنصاح الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إجابة النبي يدل على أن ما جاوب به النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير العظيم. قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت، أو تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه أيضا من أجل الأعمال عند الله، أن تقرئ السلام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وذلك من علامات الساعة التي جاءت أن الإنسان يسلم على من يعرف ويترك من لا يعرف. ولا شك أن هذا نقص، بل ينبغي أن يفشى السلام بين المسلمين، تسلم على الجميع، من تعرفه ومن لا تعرفه، لأن إفشاء السلام سبب لنشر المحبة والوئام بين المجتمعات المسلمة. فحتى عدوك الذي هو من أعدى أعدائك، لو سلمت عليه ثم سلمت عليه ثم سلمت عليه ثم سلمت عليه، لا بد وأن يلين قلبه، لا بد وأن يلين قلبه ويقبل على من سلم عليه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال: والله لا تدخل الجنة، أو الذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، وبإذن الله عز وجل تنتشر المحبة وينتشر الوئام بين المجتمع المسلم حتى على عدوك. ولذلك المسلم عليه أن يحرص على هذه العبادة الجليلة. المسلم لا يخلو من نزاعات، من عداوات، من تحريش الشيطان بين الأقارب، بين الأصحاب، بين الأحباب، يحدث هذا. ولكن من أعظم الوسائل النافعة الناجعة أنك تسلم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لأن السلام هو سبب المحبة، ما قال وخيرهم الذي يبدأ بالكلام، قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، لأن السلام هو سبب المحبة. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على أن من أجل الأعمال عند الله عز وجل هذين العملين: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.